سلام حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا جماعه الخير. اليوم جانا لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم نكت. راح نشغل من الجوال نكت، تمام؟ وراح نسمع اليوم انا ويزن، واللي بيضحك راح ياكل ضربه من الشاط من الثاني، تمام؟ والله يستر لانه بعرف ايدي موضوع. يا جماعه الخير، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، وشيروا الفيديو، فعلوا زر الجرس، شيروا الفيديو عن كل أصدقائكم. يلا ورجعنا بفيديوهات المضحكة. يلا اوكي، شغل نشوف شغل. يلا يا بسم الله، راح نحطه هون، تمام؟ واحد اثنين ثلاثة. ثواني اخش على طول في الموضوع؟ تمام، خوش. والثلاثة أندال قرروا يسرقوا بنك. الأول دخل يجيب الفلوس، والثاني استناه عشان يسرق منه الفلوس، والثالث راح بلغ البوليس. واحد نادل ابوه مات، قالوا له ادي للشيخ 50 جنيه عشان غسل ابوه، قال لهم ليه؟ هو غسل بي ام دبليو. واحد شكله مش قوي كده ومش ولا بد، راح علشان يخطب واحد، قام قعد وابو البنت قرفان منه من منظره، فقال له الشاب انا يا عمي عملت نفسي بنفسي. فرد ابو البنت قال له والله انا بقول كده برضه، مش ممكن تكون دي خلقه ربنا. يلا يا ضحك، هذا ماشي بضحك. طيب اوكي، يلا يلا بجع ما بجع كيف ده؟ ما حشاك كفو الاحساس والله، ما حشاك. يلا اوكي. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، قال له اخوه اكتب لي رساله، انت خطك احسن من خطه. كنت ضحكت انا. ايش يصير كان؟ قال في واحد اشترى خط جديد، تلفون جديد، خط ما بعرف خط جديد، تمام. فقال لاخوي لايام لابوه، قال له اكتب انت احسن، خطك احسن من خطي. لابوه المهم. يلا لايام بلا يكمل. واحد اثنين ثلاثه. ثلاث ديابه طفشين من واحد بلدياتنا وبيجروا، بيجرى معاهم حمار، قالوا له انت بتجري ليه؟ قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ طلعت صوت. بلدياتنا ضرب ابن عمه بالنار، سالوه الشرطه اسمك؟ قال انا مش عايز افتخر بنفسي، سجل فعل خير. واحد غبي راح يعزي، وفي العزة تأثر كتير، وهو طالع سأل اهل الميت، مش في امل انه يرجع تاني. مرة واحد بيقول انا بردان من الساعة، رد عليه واحد جنبه قال انا حمدان من الجيزة. واحد غبي راح يشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يقشر له واحد يقول ايه مش انا لسه منزلك من شوية. ضحكت انا، ضحكت ضحكتك يا معلم، ضحكنا سوا. ما لا ضحكت على ضحكتك انت، ضحكت على ضحكتك. يا اوكي يا يا وجعتني، مش منزلك من الاول يا رب. اوه ماي جاد. هو انت ثاني. واحد بلدياتنا اشترك في مسابقة من سيربح المليون، اتصل بصديقه وقال له الو معانا 30 ثانية، رايك احذف اجابتين ولا استخدم الجمهور؟ ولد غبي راح عند البقال وقال له عندك شوكولاته يا عمو من ام 4 جنيه؟ قال له البقال اه عندي، قال له طب بكام؟ قال له بكام؟ لا حظي والله العظيم اسئله. يا رب داري والله حظه الصبي اوفر دايما. اوه لك ما بوجع ما بوجع. يلا هات هات لك اياها. اوه والله بتوجع برد. واحد اثنين ثلاثة. واحد بلدياتنا عزم صحابه على السطح، ليه؟ علشان اصدقاء سطحيين. واحد بلدياتنا وقع من عمارة 10 ادوار، وصل القاضي الناس اتلمت وسألوا فيه، قال لهم مش عارف انا لسه وصل دلوقتي. ما فهمت السؤال. السؤال في واحد وقع من بناية من طوابق، قال لما وصل الارض ايش الناس قالوا لي في ايه؟ قال لهم والله ما بعرف سهلة والله العظيم اللي فهمان سهلة فهلت على الضحية. هل تضحكت كمان؟ بعدك تضحكت بس. يلا واحد اثنين ليك. طيب واحد اثنين ما تشجع على موجه يلا يلا يا رب. هاي ضربني هون اعصابي. اوكي اوكي يلا خلينا نكمل. اوكي واحد اثنين ثلاثة. وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب اتوبيس جنب واحدة ست، الست دفعت وقالت السيدة زينة، بلدياتنا دفع وقال ابراهيم عبد الموجود.
واحد بلدياتنا وقع في خلاط الاسمنت طلع منها يقول يخرب بيت الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماها فنجان شاي. واحد بلدياتنا كان بياكل بيده الشمال فابن عمه قال له الشيطان بياكل معاه راح حاطط له سم في الاكل. حاطط له سم ها؟ ضحكت انا دخلني. لا انا خويا يلا طيب يلا ما راح وجعك بس ما تضرب على لسانها تمام ما وجع صاير عم يحبني يسر انا يلا خلينا نكفي واحد اثنين ثلاثة تي واحد ليه صاحبه قاعد مع مراته قام ذبحه قالت له غبي طريقتك دي هتخسر كل اصحابه. شفت السؤال فهمت سؤالش يعني هلا فهمت هلا فهمت اوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة لعيب كورة اتجوز لعيبة كرة قدم خلفوا ولد سموه جول راح يسجلوه طلع اوفسايد. ضابط مرور مسك واحد غبي راكب عربية النمرة اللي ورا مش زي النمرة اللي قدام فبقول له ليه كده قال له طبيعي هو وشك زي قفاك. انت ضحكت معي كمان؟ اه انت انا بعد ضحكت ايه ضحكت معي كمان؟ خب انت وجهك زي افا يا الله والله بعم اضربه انا بعم مشو هلا مشو قولي قولي يا جماعة يلا واحد اثنين ثلاثة خروف بيسأل خروف بشوف عدى عليك عيدين ومش ذبحوك ليه؟ قال له اصل مسجل في شهادة الميلاد حمار. لا يا سوا والله سوا والله سوا والله هو يا سوا عمل هيك هلا هلا انت لا انت بلش قبلي هيك وبلشت بعدين هو بلش انت قبل انت قبل صح مسجل كامل انت رجعك سوا طب حط ايدك ثاني هي ضربتك هي ضربتني استرنا هي اضرب عادي هذيك هي اي والله يا شيخ لأنه حمار لأنه حمار مو دايم حمار والله حمار ضربتني واحد تذكره قوي تعال اضرب ما حضربه ابوس ايدك كفو شمعي كلها بعد شوي كفو كفو شمعي كلها بعد شوي والله يعني مثلا اخش على طول اخش ولا شو خش 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 اذا مخش تحدي انت ما عم حدا عم لك ضحكت الله ضحكت ضحكت شيء ضحكت بعد ما خلص بدي وبلش وكان ماشي بس ضحك انت شوي يعني ضرب ضرب خلص ضرب يبعت لك لو ضرب فيها احسن توجعت ايدي كمان واحدة بتقول لجوزها حلمت امبارح انك جبت لي عربية وعلمتيني السواق قال لها طيب كملي نومك يمكن تعملي حادثة المنام مش هتعملي حادث على كامل المقلب مش هتعلم طيب يلا لعيونك احمد اخ زبت ايدي ما تحشني يلا واحد اثنين ثلاثة ضابط مسؤول مسك ثلاثة في الشارع وخدهم على الاسم قال لهم اللي هيقول لي جملة فيها كلمة لا او اخرها كلمة لا هيروح الاول قال الشمس تطلع في النهار لكن بالليل لا قال له روح تاني قال له القمر بيطلع بالليل لكن في النهار لا قال له روح قال له تصدق انك ضابط ابن كلب قال له ليه؟ قال له عشان روحتهم هم الاثنين وانا لا ايش يعني؟ ما فهمت شيء والله ضحكت بس ضحكت بس ما ضحكت بالاخير اضرب ما عاد يخلص واحد مسطول قاعد يحشش مع مرات لغايه ما نسوا نفسهم وفجاه حد خبط عليهم فقامت المراه وقالت جوزي جوزي قام الراجل قام وراح نط من الشباك
حرامي دخل بيت عشان يسرق، وهو بفتش طلعت عليه صاحبة البيت وكانت تخينة قوي، مسكته ورمته على الأرض وقعدت عليه وراحت تنادى على ابنها: واد يا محمد، واد يا محمد، انده أبوك من على القهوة. الحرامي قال لها: بسرعة وحياة أبوك يا محمد. سمعنا قبل المرة يلا داخل الله ضحك ضحك سمعنا قبل المرة ما راح اضحك كأنه يلا خلاص. حمار عادي وحمار وحش عاملين مسابقة، بدأ السباق في الحمار العادي وقع، قالوا له: ما بتجريش ليه؟ قال لهم: والنعمة ما انا جاري الا لما تجيبوا لي ترنج زيي. واحد خلف سبع عيال سماهم سيفن اب. سيفن اب. واحد بيقول لمراته: بتحبيني قد ايه؟ قالت له: قد ما انت بتحبني. قال: اه قلبك اسود قوي. يعني ما بيحبها. ما ضحك ولا يا الله ما فيه كله انا يا زلم. او حاول ما ظبط ما ظبط ما ظبط ظبط يا احمد. اوه ضربني واحد ما بنسى. واحد غبي مش قال له نوم، قام يدخن سياره، قاعد يدور على كبريته ولا اعمل ايه، راح مطفي الشمعه ونام. نايك والله نايك والله نايك احمر طفى الشمعة والله نايك يا رب يا طارق يا الله يا رب يا طارق طفى الشمعة يا ما كان فيني شغلة في الشمعة اخيرا خلص الفيديو ايه يا اخوان وصلنا لنهاية الفيديو وكم ضربة اكلت انا؟ كان انا اكثر واحد اكلت ضربة لا لا انا والله طارق رحمتك انا بالضربات انا ما ضربته كثير صرت ارحمه يعني هيك اعمل هيك اعمل اعمل هيك هيك بالضغشات بس هو ضرب عنده اذا يبوظ اذا يبوظ يا جماعه وانا كمان يبوظ هيك وحطوا لايك كمان انتوا اذا ايديكم دافيات حطوا لايك إيه؟ واذا ايديك باردين حطوا لايك كمان واذا ايديك متوسطه اشتركوا بالقناه المهم تشيروا الفيديو لهون انتهى الفيديو وبحبكم كتير حطوا لايك واشتركوا بالقناة وانتظرونا فيديوهات جديدة رح ننزل فيديوهات كتير حلوة هذا لأنه في حظر الدنيا حظر ما عم نحسن نصور برا فأنا كنت حابب أنا وياز نصور فيديوهات كتير برا مقالب ومقالب حتى في الناس يمكن حتى في الناس وإن شاء الله خير بس يفك الحظر بس يفك الحظر يا رب أوكي يا إخوان بحبكم سلام.